اليوم العالمي لإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير الشرعي لها، نظمت المديرية العامة للجمارك حملة تحسيسية وطنية، وفي هذا الإطار نشير إلى حصيلة التي أنجزتها المديرية الجهوية للجمارك بورقلة في هذا الإطار خلال الثلاث سنوات الأخيرة 2019 2020 2021 وكذلك الخمسة أشهر الأخيرة من الأولى من هذه السنة، والمتمثلة في أكثر من 4000 كيلوغرام من الكيف المعالج وأكثر من 1,300,000 قرص مهلوس، كذلك 47 قضية مسجلة في هذا الإطار،